اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من امنت بالله، في هذه الحلقه هنتكلم مع سيدي الحبيب علي الجفري على الواقعيه والمثاليه، الذين يتحدثون يغرقون في المثاليه يبتعدون عن الواقع والذين يتحدثون بواقعيه يغيب عنهم الجانب الروحي يقولون ان الاسلام في الاسلام في اغلبه مثالي ولكن عند التطبيق تصبح الواقعيه هي الطاغيه او نزعه ما بعيدا عن الواقع الى المثاليه اهلا وسهلا سيدي حياك الله وبارك فيك يا اهلا بحضرتك هنطلع فاصل بعد الفاصل هنبدا الحوار اهلا وسهلا بحضراتكم نواصل حوارنا ما بين الواقعيه والمثاليه الاغراق في الواقع والبعد عن الروح والروحيه او المثاليه البعد عن الواقع تماما او الغياب الذي يطلق عليه البعض ربما خطا الدروشه سيدي الحبيب علي الجفري. كثيرون وحبتدي مباشره في المثاليه في الخطاب الاسلامي يبدو الخطاب الاسلامي مثالي جدا لكن عندما نأتي إلى أرض الواقع لنبحث عن هذه المثالية نجد أزمة غير موجود فيحدث نوع من الخلط عند البعض التشويش ويشكك في الخطاب الإسلامي الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله أكمل الناس خلقاً وخلقاً وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه إلى بس يوم السلام. الدين مصطلح مثالية يعني صار له نوع من الدلالات المتشابكة لن أدخل في اللغة التنظيرية العالية. نعم. له نوع من الدلالات المتشابكة. فمن الناس من يعتبر المثالية الانفصال الكلي عن الواقع الطوبوية مدينة أفلاطون الفاضلة. ومن الناس من يفهم معنى المثالية النموذج الأرقى. نعم. بين هذا وذاك لدينا تعبير آخر وهو المعاني المجردة هو محل الإشكال. إذا قلنا المعاني الراقية المجردة التي لا ترتبط بالواقع نعم. دعنا نتفق أن نقصد بالمثالية هذا المعنى الواقعية أيضا لها عدة اعتبارات وهي مدرسة فلسفية لكن دعنا نقول أن الواقعية هنا قصر اقتصار التعامل مع الواقع على النتاج المادي المحسوس أين نعم. ما سمي بالمصلحة أينما أريد بأي وسيلة أصل إليه ما هي حدود منظومة الأخلاقية في الوصول إليها تضيق تتسع بحسب الحال الغاية تبرر الوسيلة هل الغاية تبرر الوسيلة نعم أم أن الوسيلة تغسل الغاية نعم الغاية تبرر الوسيلة كلنا نعرفها إذا واحد قال الوسيلة سامية أريد أن أصل إلى تطبيق شرع الله في الأرض ممكن في الطريق أبرر كل الوسائل أكذب أغش أقتل أضحك على الناس في مقابلني في النهاية سأحكم شرع الله رقي الغاية لا يبرر انخفاض الوسيلة نعم مقابل الآخر أيضا الوسيلة لا تغسل الغاية لا أقول لأن وسيلتي قانونية وصحيحة ولو أوصلتني إلى غاية سيئة واحد يفكر كيف يسيطر على الناس كيف يستعبد الناس كيف يأخذ خيرات الناس وبالقانون بالقانون بالوسائل الصحيحة على عقود كل شيء ماشي كده فهي وسائل قانونية لكن الغاية غير نبيلة وهي وبالتالي صحة الوسيلة لا تغسل قذورات الغاية إذا كانت قذرة نعم كما أن الغاية لا تبرر الوسيلة لسؤالك سؤالك جدا مباشر ومهم واحتجت فقط إلى المقدمة حتى يكون نعم. جوابنا يعني مركزا هل التعاليم الشرعية مغرقة في المثالية إلى الحد الذي تكون به معاني مجردة؟ الجواب لا. والدليل؟ الدليل النموذج التطبيقي الذي كان في صدر الإسلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه الصلاة جاء بأرقى مراتب الأخلاق، أرقى الأحوال الروحانية يبيت طول الليل يبكي ويتعبد ويسجد فيطيل السجود حتى تخشى عليه السيده عائشه ان يكون قد توفي فتسمعه يقول يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك، امام الروحانيه في الوجود كله ومع ذلك اسس دوله. نعم. مع ذلك اضطر ان يخوض حروب للدفاع. مع ذلك عقد معاهدات، اذا هناك ارتباط بين المعاني الراقيه وبين الواقع بين التطبيق على ارض الواقع، لكن حتى عندما اضطر الى القتال وضع قواعد متصله بالمعاني، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امراه، لا تقطعوا شجره، لا تقتلوا هاربا حتى لو كان عدو، لا تعذبوا اسيرا، لا تضربوا اسيرا، اكرموا اسراكم. بمعنى ان المعاني الراقيه تخللت اوجه الحياه في 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 هديه الشريف لا تقول لي هذاك زمان وانتهى يعني اين انا حن من ذاك انت طلبت مني ان اثبت لك ان هناك نموذج لا. كون هذا النموذج اقتصر على فتره زمنيه معينه ثم بهت ثم تغير ثم حاول البعض ان يعيده ثم تغير هذه مشكلتنا نحن ليست في النموذج نعم ليست المشكله في المنهج ليست المشكله في الشريعه المشكله فينا امامك منهج راقي انت لم تطور الياته المعاصره أنت لم تكن جادا في محاولة تطبيقه، أنت لم تعش معاني اللوم علينا وليس عليه. المشكلة الثانية التي ذكرتها أنت وهي جدا مؤلمة وحساسة. وهي مشكلة من كان يحدث الناس بكثرة عن الرقي والمعاني السامية والأخلاقيات <applause> ثم لما دخل ساحة المنافسة في الواقع إن كانت هذه المنافسة سياسية أو اقتصادية أو أصبح جل ما يطرحه على النقيض من كل ما كان يدعو إليه ويدرسه لسنوات طويلة هنا مشكلة متعلقة بشخصه صحيح أن نعيش نوع من الحالة المأزومة ردة الفعل نعم ولم تعد شخص ولكن أصبحت مدارس اللوم على شخصه على مدرسته على جماعته على حزبه أيا نعم. كان فالمشكلة فيه ليست فيما يقول أنه يمثله هتلر هل يوجد خلاف بين الناس انه طاغيه؟ لا يكاد العالم يطبق يكاد العالم يطبق على انه طاغيه. هتلر وصل الى الحكم باي واسطه؟ باي مسار؟ ديمقراطيه نعم لم يصل بالقوه العسكريه. هتلر وصل بالديمقراطيه. فهل نعتبر وصول هتلر الى الحكم من خلال الديمقراطيه وبعد ذلك تحول الى دكتاتور قاتل طاغيه عنصري؟ يبرر مش في الديمقراطية يبرر أن أن نطعن في الديمقراطية؟ قطعا لا ممكن يكون في خلل في بعض أدوات الديمقراطية لا. أنا معك لكن هل معنى هذا أن الفكرة الديمقراطية ككل فيها إشكال؟ بمعنى أن تجاوز مرحلة الدكتاتورية نعم الديمقراطية هل هي الدكتاتورية؟ لا لا لكن بعض ادوات تنفيذها فيها اشكال كبير قد يؤدي ممكن ان يكون المنهج متكاملا ولكن من يطبق المنهج هو الذي يخطئ في تطبيق المنهج او يفهمه خطا يبقى العيب مش في المنهج فالمطبق القضاء هو ميزان العدل نعم لكن في النادر ممكن يكون هناك قاضي مرتشي ودي. هل معنى هذا ان هذا يطعن في القضاء او يطعن في القاضي المرتشي بقى يطعن في القضاء دلوقتي هذا باطل هذا نعم. التعميم الباطل ولهذا اصبح الان اخطاء من يدعون خدمه الاسلام او يظنون انهم يخدمون الاسلام تحسب على الاسلام. نعم. بالمعنى الشبابي الثوري، اذا وجد من الشباب الثوريين من اساء، طبعا ليسوا بمعصومين. اذا وجد منهم من يتعدى. اذا وجد منهم من يتلفظ بالفاظ خارجه، هل هذا يعود على كل الشباب الثوري؟ على احلامهم؟ على امالهم؟ ام انه يخص من اخطاوا في هذا الاتجاه؟ نعم يخص من هذه الفكره. هذه نعم. الفكرة. طيب فالبون بين الواقع الذي نتكلم عنه وبين الشعارات التي ترفع مشكلة من فعلها. نعم. طيب بعد الفاصل أنا هرجع أتكلم عن الواقعية، زي ما اتكلمنا عن المثالية عايزين نشوف الواقعية وما بينهما. ما هي ما هو الخيار الثالث ما بين الواقعية الجافة القاسية والتي يرى البعض أنها تحقق إنجازات وأنها أكثر عملية من المثالية ولكنها تاتي على حساب الروح نلتقي بعد الفصل اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى واصل حواري مع فضيله الداعي الاسلامي الحبيب علي جفري عن ثنائيه المثاليه والواقعيه سيدي وصلنا للواقعيه الواقعيه الى حد التعنت بتحرمنا من الجانب الروحي في الاسلام ولكن البعض يذهب بالجانب الروحي بعيدا عن الواقع مما يضر بالواقع هي المشكله تبتدأ من التعبير الجانب نعم الروحي لو غيرنا الزاويه التي ننظر منها واصبح الاساس الروحي الاساس الروحي وليس الجانب الروحي نعم لن ننظر الى المساله من منطلق ان روح واقعيه مش تطد مش, مش تضد خصوم ولا خصوم ولا توازي ولا تقاطع لا احتاج الى النظر الى علاقه على انها مشكله لو بنينا الاساس على انه روح الأساس على أن حيات حياتنا صلة بيننا وبين الحق سبحانه وتعالى على أن نجعل الله بيننا وبين كل شيء في الوجود معاملة الله في كل شيء نعامله في الوجود هذا المشهد الروحي الراقي الذي فيه الانصاف من النفس الذي فيه نقد الذات الذي فيه تزكيه الانفس الذي فيه تقليل حظوظ النفس ورغباتها التي تتقاطع مع ما ندعي انه خدمه للمجتمع او للامه او لاي مجال من المجالات هذا المعنى حاكم يجعل دخولي الى ارض الواقع دخول قوي وليس كما يتوهم انه اعتزال كلي للواقع لا. حتى القلائل الذين في تاريخنا قرروا ان يعتزلوا الواقع بسبب الحال الروحي الذي يتعاملون معه كان في اعتزالهم للواقع رساله تؤثر في الواقع ليس الوضع الذي نراه اليوم يسمونه درويش لا. الدرويش في السابق كان هذا شانه الذي يعتزل الواقع بطريقه توصل رساله الى المجتمع ان هذا الواقع يحتاج الى تغيير العالم التقي الذي كان في السابق يعتزل الحاكم لا يدخل بيته ولا ياكل بيته ولا ياكل من مائدته ولا يقبل ماله كان بفعله هذا يوصل رساله سلميه بالسلب بالسلب ان يا شعب يا مجتمع هناك مشكله عند هذا الحاكم. فمفهوم الاعتزال حتى لما بني على اساس روحي صحيح كان جزءا من تكميل المجتمع، كان جزءا من الواقعيه التي تؤثر في المجتمع لما غاب الاساس الروحي. أصبح الاعتزال هروب من المجتمع ومن التأثير فيه. نعم. وأصبح الدخول إلى أرض العمل يحول الداخل إلى أرض الواقع إلى حالة إما أن تكون وحشية سبوعية أو بهيمية. الحالة الوحشية السبوعية التي تجعله يتصادم مع كل شيء، يتصارع مع كل شيء، مستعد يرتكب أي شيء في مقابل انتزاع ما يريد. مستعد أن يهدم مقابل أن يأخذ ما يريده. أو حالة بهيمية يعني يسامحوني في التعبير لا أقصد الشتيمة هنا نعم. هذا توصيف للنفس البشرية الحالة البهيمية التي تركض خلف الرغبة أينما وجدت العشب مشت إليه لتأكل نعم. الأنثى أينما وجدت الفحل تحركت إليه أو العكس فتصبح الحياة متصلة بشيء من الرغبات ولهذا تراه إذا دخل إلى أرض الواقع مستعد أن يبيع أي شيء مقابل الرغبة التي يريدها لا, لا قدر الله الداعيه او العالم مستعد في مقابل المبلغ الذي ياخذه من برنامج التلفزيون ما يطلبه المستمعون. الفنان المطرب او المغني مستعد ان يكسر كثير من القواعد التي يرتقي بها في اداء فنه اخلاقيا او موضوعيا مقابل ايضا ما يطلبه المستمعون. السياسي ينافق ويكذب في مقابل ان ينال الكرسي هدانا الله جميعا حتى المثقف يبيع قلمه مقابل المال الذي يجده في اي حاله في حاله ان نعيش او يعيش هذا هذه تعيش هذه الشرائح او افراد من هذه الشرائح تعيش في حاله ماذا النفسيه البهيميه لهذا نقول الاساس الروحي الاساس الروحي يرفض ان يكون الانسان مغلوبا امام البهيميه او مغلوبا امام السبعيه السبعية الذي كما يقال في مصر اللي يرشني بالمية أرشه بالنار. بالنار هذا ما ليس بني آدم بقى ترشه بالدم دلوقتي بالدم <applause> الذي يقول هذا الكلام لا يمثل حالة آدمية فضلا عن أن يمثل حالة إيمانية يعني نا. قبل أن نقول أن هذا مخالف للشريعة وهو مخالف للشريعة هذا مخالف لكونه إنسانا أو آدميا لأنه أصبح أسيرا للحظة الغضب للحظة الخوف التي يحاول أن يغلفها بصورة القوة النفس البشرية أحيانا عندما تخاف ماذا تفعل تبالغ في إظهار التهديد لتخفي الخوف الذي في داخلها الأساس الروحي يحمي الإنسان من هذين المتجهين الاتجاهين الواقعية التي تجعله يتنازل عن كل شيء مقابل أن ينازع يقتل يبطش يفعل يظلم يسرق يؤذي غيره يفوت الفرص على الآخرين يجرح يسب يشتم يغير الواقع يزيف الواقع في مقابل أن يأخذ ما يريد لماذا بدت المساله وكان المثاليه ضعف والواقعيه قوه عندما تكون المعاني الراقيه التي يعبر عنها البعض المثاليه مجرده لا. ما معنى مجرده اي معنى راقى تحلم به وتعيشه ممكن تسمعه في درس ممكن تراه في مسلسل ممكن يؤثر فيك في اغنيه فيها معاني راقيه لحن جميل ممكن يؤثر فيك في قصيده شعريه ترفعك لكن بعد ان تنتهي من المشهد الذي في المسلسل او تسمع الخطبه والدرس وتنتهي من الاغنيه ترجع الى مكتبك وتدخل في الصراع. نعم. هذه كانت معنى مجرد لحظه صفاء لحظه انس، لحظه خروج عن الواقع، انفصال عن الواقع. بس حتى بالمفهوم الديني سيدي الشخص المثالي الذي يصفح، الذي يعفو فيكون نهبا لمن ينصب عليه، لمن لا هذه قصه اخرى. لا. لا يوجد صادق في العفو وال... والسماحه والتسامح لا يوجد صادق في الصبر على الاذى ويكون مهزوما ابدا فقط بشرط ان يكون منطلقه اراده رضوان الله رضوان الله عز وجل ان يكون منطلقه قناعته بان هذا الخلق هو الأسمى وهنا يلتبس احيانا هذا المنطلق بمنطلق الخوف لا يعني امشي تحت ظل الحيط نعم واحد يعني عندكم يعني عجبني الروح المصريه جميله ياتي يعني يقولون على سبيل النكته سالوا واحد يعني لو احد لطمك ماذا تفعل معه قال والله انظر لو كان يعني سفيف سفيف افرد ودي المين بدل الالم اضربه كفين طيب لو كان معضل و... قال لا قل له الصبر أنا أعفو عنك لوجه الله أنا يعني تركتك لله سامحتك من أجل الله العفو طيب منك لله بقى. منك لله لا الكلام عن التسامح قناعة الكلام عن التسامح قوة م. لماذا هو قوة لأن الذي يستطيع أن يعفو وهو قادر على أن يرد الذي يستطيع أن يحب من يؤذيه ويعاديه هذا قوي لانه استطاع ان يغلب نفسه نعم والذي يستطيع بصدق ان يغلب نفسه يستطيع ان يغير الواقع الذي يحيط به لهذا مثال من انسان غير مسلم غاندي انتصر او او هُزم انتصر اخرج المحتل اوجد ثقافه المقاومه السلميه في بلده نعم. رغم انه في النهايه ماذا حصل له مات مقتولا نعم. من متطرف هندوسي لكن في النهايه افكار غاندي انتصرت نعم في النهاية استطاع أن يخرج المحتل لماذا؟ لأنه كان يؤمن بمفهوم أن يقف ويتحمل كل شيء تحمله للاعتداء لم يكن ضعفا بل كان ناتجا عن قناعة لهذا نقول أن الذي يتعامل بالخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأخلاق في هذا الوجود يقف ويرى الذين عذبوا وآذوا وقتلوا وبه يعني ارتكبوا كل الشنائع كل الفظائع ما تظنون أني فاعل بكم أخ كريم ابن أخ كريم بعضه يقول إن تقتل إن تقتل دم تعد اذهبوا فأنتم الطلقاء هل, هل اللحظة نعم. التي فيها امتزاج بين الواقعية هو خاض المخاض وبين السمو الذي هو الأساس والمنطلق هو الذي نحتاج إليه اذا من ما بين الواقعيه والمثاليه هناك خيار ثالث نعم بين ان ننظر الى المعاني المجرده التي البعض يسميها مثاليه نعم. وتحكيم المطالب الماديه الذي البعض يسميها واقعيه يوجد خيار ثالث ورابع وخامس ارقى ما يمكن ان يكون عليه الخيار فيما افهم نعم. وهي مساله نحن نطرح يعني السؤال ليبحث من يشاهد لكن ربما يكون من افضل ما يمكن ان يطرح احياء الاساس الروحي الاخلاقي التربوي الذي يجعل الانسان يتعامل مع الواقع من داخل قناعاته التي تؤثر في الواقع فيهزم الواقع ولا يهزمه الواقع غاندي عندما قتل لم يكن مهزوما نعم انتصر مانديلا يلسون مانديلا سجن 27 سنه ظلما نعم لكن لما قرر أن يعفو ويطلب المصالحة التي آلمت بقية الأفارقة السود الموجودين وحاول أن يقنعهم حتى استطاع ما النتيجة التي جناها؟ استقرار في بلده نعم إذا هذه قوة وليس ضعفا بارك الله في حضرتك بشكرك جدا الله يبارك فيك بشكركم دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة غدا حلقة جديدة من أمنت بالله فانتظرونا إلى اللقاء